الموت coronary artery disease امراض الشرايين الاكليليه هي رقم واحد للموت. فبيستاهل ان انت كتمريض تنقذ حياه المريض. اول شيء تعرف انه اللي عنده chest pain suspected MI suspected يعني هذا احتمال MI. وانت كيف بدك تعرف انه MI؟ بدك تعمل ECG وتعمل blood test يعني من blood test. ال ECG اذا طلع normal هذا still انت مش متاكد. وحتى التروبونيوم طلع نورمال وانت كثير يعني هيك خايف. طبعا المريض بده ما يتحرك اي جهد ممكن يموت. يعني حتى هو لا يفضل انك تركض فيه على السياره تنادي الدفاع المدني 911 عشان يحملوه. هلا انت ممكن تعطيه شيء بين كيلر، ممكن تعطيه فاليوم يهدي، لما يهدي بيهدي القلب. القلب المجروح ما بدك يشتغل زياده، بدك يشتغل القلب. فممكن وهذا ما اذا في عنده شيء مشكله الفاليوم هذا ما بيغطيه، ما بيخبيه يعني. مش انه اذا هلا بس هذا الالكتريكال. احنا بهمنا خليني احكي هالشيء معلش خليني احكي شوي كمان ازيد شوي عليكم معلش بالكهرباء. خليني اليوم كهرباء بلاش اطلع على شيء ثاني. هلا مين البيس ميكر اوف ذا هارت؟ مين؟ الاس اي نود ولا الاي في نود؟ الاس اي نود. ليش الاس اي نود هي البيس ميكر اوف ذا هارت؟ مين بيعرف؟ ايه سيلف اكسايتابل؟ لا مور ليكي. برافو عليك مور ليكي. يعني شو قصده؟ طلع شو حكيها يعني. فرجوا هي الخليه قلت انا فيها قنوات صوديوم بتنز مش مغلقه اغلاق تام فبتفوت صوديوم فبصير الممبرين مثل شيء ناقص مثلا 65 ملي فولت ناقص 65 بصير يدخل الصوديوم بصير يطلع هذا بصير ناقص 50 مثلا كم درجه طلع؟ 15. هاي ايش اسمها؟ هاي ايه؟ اسمها ثريشولد العتبه. طب يعطيني ها ديبولاريزيشن. هلا هون مين اللي عم بيدخل؟ صوديوم. في هاي المرحلة شوفوا هاي آخر المرحلة يكون بلش يدخل الكالسيوم. صوديوم مع كالسيوم هون يصير صوديوم مع كالسيوم. هون يكون عم بيدخل بشكل أساسي الكالسيوم. اختلف شوي على اللي أخذتوه مع دكتور إيباء. دكتور إيباء أخذته صوديوم وبوتاسيوم بس. هون بيكون عم بيطلع البوتاسيوم. هاي صار ديبولاريزيشن هيك في الاس اي نود. بعدين تصير تنتقل للاتريا ومن هذا الفنتريكلز. هلا كمان مره انتبهوا شو بدي احكيها. هاي كمان ضربه اوكي. هلا من هون لهون شو اسمها هاي؟ طبعا هذا هون زمن تايم سايكل ولا برافو سايكل. شفتوا اذا السايكل هاي 0.8 سكند معناته 60 على 0.8 معناته 75 هو بيت بير مينيت. يعني فهي حددت الاس اي نود بحسب انه هاو ماتش ليكي. هلا لو كانت اعطيت واحد سمباثيتك ستيميوليشن يعني نور ابينفرين يعني ادرينالين اذا بدكم ها ادرينالين او نور ادرينالين شو بيعمل الادرينالين؟ بيخليها مور ليكي يعني تفوت صوديوم. هلا لما تفوت صوديوم اكثر بتوصل الثريشولد اسرع يعني بصير هيك. شوفوا كيف؟ ها فنرسمها
لون ثاني برتقالي بصير هيك تدخل. يعني اختصرت الزمن هاد بيعطيك، فبالتالي بصير السايكل مدتها اقل، يعني مثلا 0.5 60 على 0.5 صار سرعه القلب 120. إذا بتعطي parasympathetic stimulation يعني أسبايلكولين بيعملها less leaky. شو معنى less leaky؟ يعني إنها بتفوت صوديوم أقل، فبتاخذ مدة أطول لتوصل للثريشولد، يعني بصير هيك أخذ زمن زيادة هاد، فبصير بين الضربة والضربة بجوز مثلا 1.2 second، ف 60 على 1.2 طلع الهارت ريت 50. 60 ثانية يعني 60 هي 60 عبارة عن عدد الثواني في الدقيقة. اوكي؟ 60 هي 60 ثانية. يعني عندك أنت 60 ثانية في كل ثانية ضربة، معك 60 ضربة. عندك 60 ثانية في كل ثانية ضربتين، معك 120 ضربة. يعني هيك بقسم 60 على السايكل. يعني مثلا المسافة بين الحيط والحيط ثابتة، صح ولا لا؟ بس عدد البلاطات مش ثابت. إذا البلاطة مثلا خلينا نقول هون 15 متر، بلاطة متر 15 بلاطة. إذا البلاطة نص متر 30 بلاطة. إذا البلاطة مترين 7.5 بلاطة. أوكي؟ تمام. كمان مرة بعيد. هل هي الإسئنود هي الوحيدة اللي هي ليكي؟ شوفوا كيف. is a nodal cells. هيا is a nodal cells وحيدة. The only cells are they the only cells leaking to sodium at rest. شو معنى to sodium at rest؟ leaking to sodium at rest يعني بدون stimulus، يعني بدون stimulus بتدخل الصوديوم. هل هي الوحيدة اللي هي تسمح للصوديوم يدخل بالقلب؟ انا بحكي الدهار طبعا. انا بنحكي ايش احنا عندها الدهار، مش بالرجلين مش بالعضلات. هي الوحيده اللي فيها صوديوم، ولا في كمان خلايا تانية اللي فيها صوديوم؟ الفينود مثلا. طب ليش مش الفينود هي تكون البيس ميكر؟ ليش الاس اي نود؟ ليش هي قائد الاوركسترا؟ ليش ما يصير قائد الاوركسترا الاي في نود مثلا زي ما حكيت الاي في نود؟ ليش بتبلش من عند الاكسايتيشن؟ عم نسال دكتور بالنسبه لمكانها. بالنسبه لمكانها يعني انا هي فوق؟ لا لانه حسب انه هي مكانها فوق يعني بالراديتريا. مين قصدك مكانها؟ مين بيحب يعتقد ليش هي قائد الأوركسترا؟ إنها إيه؟ it's more leaky. كيف يعني؟ ما هو مرة ليكي صار؟ هي ليكي والإيفي نود ليكي، بس هي more leaky فبتوصل threshold أسرع، فبتعطي الشعلة، فالشعلة بتنتقل للإيفي نود وبيجي الاي في نود تنبيه من برا، جاها تنبيه من برا. من وين جاها؟ من الاس اي نود. قبل ما هي توصل حالها من حالها، نجيب الاس اي نود ونقصها. يلا برا يا اس اي نود. مين هلا بيصير قائد الاوركسترا؟ اي في نود. بس ايش بتصير سرعة القلب؟ أقل. ليش؟ لأنها أبطأ. فبتصير سرعة القلب بين ال 40 وال 60 يعني 50. طيب اجينا وشلنا الاي في نود. يعني شلنا الـ AV node، طلع كيف؟ يعني هاي الرسمة، تفرج على هالرسمة. لا معلش، بس أنا هاي آخر إشي على القلب الكهرباء، هي يعني هالكلمتين هدول. اطلع، جيت بالمقص أو بالنايف وقصيت هون. أنا انقلطت قصيتين، مش أنا قاصهم. في اتصال بين الاتريا وبين الفنتريكل هلا؟ يعني السلك اللي طالع هيك جيت انا قصيته بتولع؟ مش راح. طيب شو؟ طيب هلا احنا الفنتريكل شو رايكم؟ ربنا شوفوا انتوا عظمه الخالق. ربنا حط هاي
البيس ميكر. اذا هاي خربت تضرب مره ثانيه قال لك يا نسويها هاي تصير بس سرعه القلب ابطا بس بيعيش الانسان ما في مشكله. طيب راحت هاي صار اجى بيعملوا عمليه في الفالف هاد واللي بيعمل عمليات ختيار عمره 80 سنه الدكتور جراح القلب بروتشي تشك انه راح يقصها يقصها هالقد كلها مليمتر ولا اثنين راح قصها. طيب شو يصير هون؟ هلا هون الاي في بندل هاي والليفت برانش رايت برانش بيركنجي سيلز هدول اللي شايفينهم باللون الاصفر كمان هدول ليكي تو صوديوم بس ايش؟ ليس ليكي. فبتصير سرعة القلب بهالحالة بين 20 و40. الاس اي نوت شوفوا الاس اي نوت بين ايش وايش؟ 60 و100. الاي في نوت بين ايش وايش؟ 40 و100. والفنتريكلز خلينا نحكي هيك احنا مش غلط نسمي الفنتريكلز بس يعني تحت بين 20 و40 يعني زي ما بقولوا 30 بقولوا 50 بقولوا 70 75 هاي ما بكفي فبيضطروا يركبوا له بيس ميكر ارتفيشال تحت الجلد يركبوا له تحت الجلد بفوتوا السلك لهون بصير هي زي كمبيوتر كل 0.8 سكند يعطي ضربه هذا البيس ميكر بيقولوا ركبوا له بطاريه حقها 10 20000 بحسب نوعها اذا ارتفيشال بيس ميكر اذا انا راح اسمي الاس اي نوت بيس ميكر. طب معناته شو بدي اسمي الثانيين؟ بسميهم ليتنت. ليتنت شو معنى ليتنت؟ يعني مخفيات. هيدن يعني. ليتنت بيس ميكر. ليتنت بيس ميكر اللي هم مين هم الليتنت بيس ميكر؟ يلا قولوا لي. ايفي نوت اول وحده. اي في بندل مزبوط والله مزبوط اخر شيء معكم بدي اكتبهم انا زي ما انتم بتحكوا لي نقلوا لي كمان ليفت بندل برانش الغصن الايسر رايت بندل برانش خمسه بيركنجي سيلز اللي هي كلهم هذول كل وظيفتهم قو سين وقفت شو اللي ما ذكرته؟ هون شو اللي ما ذكرته هون؟ تحت نزلت انا شوفوا كيف انتبهوا شو اللي انا ما ذكرته وهذا اعجاز من الخالق اعجاز من الخالق انا ذكرت هاي شوفوا ذكرت هاي مضبوط وهذا ذكرتها وهذا الغصن وهذا بعدين بيركنجي سيلز هذول هيهم مكتوبين بيركنجي سيلز شو اللي ما ذكرته؟ شو اللي مش مذكور؟ ايه حدا يرفع ايده مشان اعرف وين ما اتفرج شو اللي مش ممكن يصير بيس ميكر؟ شوفوا كيف شاطره بتحكي لك انه العضله نفسها يعني خلايا العضله الكاردياك سيلز الليفت فنتركل والرايت فنتركل هذول ما بصير يصيروا بيس ميكر معناته خلاياهم خلايا الكاردياك مايوسايت شو معنى مايوسايت؟ مايو شو معنى مايو؟ سايت خلية مايوسايت خلية عضلية كاردياك مايوسايت خلية عضلية قلبية اللي هي الليفت فنتركل والرايت فنتركل زي ما بتقول ار ذي ليكي تو صوديوم؟ نيفر 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 اذا صاروا ليكي تو صوديوم معناته الانسان بموت هذول مو مسموح لهم يصيروا ليك الصوديوم بعد شوي بنشوف كيف انا شو بطلع بايدي بحاول احكي كمان مره ليتنت بيس ميكرز خمسه هل من ضمنهم الفنتريكولار سيلز؟ لا نعم معناته كيف بيكون الريستنج ميمبرين بوتنشال الريستنج شو معنى ريستنج؟ شو معنى ريستنج؟ ميمبرين potential يعني فرط الجهد اثناء الراحه الخليه فرط الجهد اثناء الراحه هون شوف كيف هون الفولتج هون تايم
بتلاقيها هيك ماشيه ان شاء الله تقعد 100 سنه يعني ناقص 90 حتى مش ناقص 65 ناقص 90 يعني هاي لو تركت هيك 100 سنه ما بتقدر تطلع للثريشولد الventricular cell cannot excite themselves by themselves they are not self excitable اذا صاروا self excitable means death يعني it causes ventricular fibrillation and death say ventricular fib وجفان فطيني تمام okay. اذا شفتوا ECG هيك flat بسموه معناته المريض ميت إذا شفتوا ECG زي سبان المشط هيك معناته مريض بعد شوي بيموت ما بلش كم دقيقة هذا رجفان بطين اسمه ventricular fibrillation ventricular fibrillation مرحلة وبده DC shock طوالي إذا مريض انفليت طوالي بده DC shock يعني تعملوا defibrillation fibrillation إذا defibrillation DC shock شيء كثير ما بقدرش احكي فيها. إذا اليوم احنا كهرباء شوفوا الكهرباء استفدنا منه اليوم اسمعوني شوي. إن اليوم فهمنا شو يعني الـ ECG. صح؟ هاي واحدة فهموا. واليوم فهمنا إنه الـ ST أنا ما حكيت على T، T كمان فيها مشكلة T وهي ممكن تكون يعني إنها تصير مش هيك احنا حكينا T إذا صار زي حرف الـ M هيك يعني 2 T's. M wave هذا معناته كمان MI إذا صارت T هيك inverted كمان MI أنا ركزت على ST segment بس elevation depression بس واليوم حكيت عن pacemaker بالذات latent pacemakers وهي كله كان اليوم كهرباء اليوم كل حكينا كان كهرباء ما حكينا ميكانيك أوكي لأنه بكفينا هيك أقول له أرقام يلا مشان أخذ أنا حضور رياضي Thank you.